اسكت بس هنتكلم. ضربتك قفل قدومك انت راجل، عضلات الكبار هاي دق لنا الجنجويد، اوعك تجيني بس في الخاص لانه انا بجغمك طوالي بردمك. اكتب ها 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 تاني دير تتخرج من تويت الزرقاء، انت تورطتها كل كيف تورطتها. تمشي وين حبيبنا؟ تمشي وين؟ انا مش كلمتكم قبل اليوم قلت لكم بندق الدخن، بندق الدخن وبنضريه لما الحوا جاي اتجاه بيتك عشان تستحمى معانا سوا. البلد دي اسمها التحرير يا صاحبي، الناس ميتين من 2003، عرفت كلامي؟ ده واحد. ولو مشيت مننا عديل يا جماعه، قولوا قبيله عديل كده مرقت من توحيد الزرقاء ووب قالت انا ما داير ما داير ابد، زي صابر الدارفوري جاي يتكلم بقى الناطق الرسمي باسم 6 قبائل، قطعوا فيه شلود، انا ما قطعوا فيه شلود، وانا كمان قطعت فيه شلود في جعبته. تمشي من؟ تمشي؟ كان قبيله كامله اتفصلت، قال يا جماعه انا والله ما عندي مشكله ما دار توحيد الزرقاء، نقول له خلاص حلو، عندك قروش؟ عندك بزنس؟ الجنجويد طبعا نحن بنعصره من هناك، بعمل كش بجي وين؟ بجي بقول اسمع ديل، ديل انفصلوا من الجماعه صح؟ هاي السلام عليكم كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، تمام الحمد لله، اتفصلتوا من الفارات ديل هاي. طيب نحن يا تدفعوا لنا قروش، اقسم بالله حصلت الكلام ده حصل. ما في داعي لذكر قبائل بس لانه توحيد الزرقاء دي قبيلتنا نحن، ما دايرين نشق الصف. الجنجويد بمشي لك بقول لك اسمع، يا تدفع علينا جزيه يا تقاتل معانا ضد الناس اللي انفصلت منه، يا ناكل حقك بالقوه الجبريه. انت قادر تفهم الليب؟ يا ناكل حقك بالقوه الجبريه، يا تدفع علينا جزيه نحميك، يا كمان ترفع سلاح تقاتل معانا الناس اللي مرقت منهم ده تدرسهم معانا. فماذا انت فاعل يا ايها الزرقاوي اللي انفصلت من الزرقاء؟ فماذا انت فاعل؟ انت اتورطت، اقسم بالله. واسمع الكلام ده كويس، اسمعوا كلامي ده كويس. اي محل انتوا قاعدين خد النظر انه ما تسالوا من القبائل حقكم، انتوا كزرقاء هاي الجنجويد ديل ضدكم هاي، قاعدوا بعدمهم احترامهم ما تسالهم في منجم في اي محل، قال له عدمهم لموا كلكم وانتوا غصب بتتلموا. انت قال لك حسي بتاع الجزائر ده اتلموا باخوي واخوك ولا كرهن، انت تاني حتتلم مع الناس كرهن. نحن ما بنهني الزول، نحن ما فاضيين لزول، نحن ما بنجي نقول لزول تعال. نحن لما اشترينا سلاح ما شاورنا زول، ما شاورنا قبيله، ما شاورنا بطيخ، اشترينا كده اوتوماتيك اوريدي بس، وسلاحنا معانا ونحن الحرب فرض علينا كلنا. اي زول كلامي ده ما عجبه طوالي بقيتك، تعرف بقيتك كده وقى مارك. والله العظيم تكون رهينة في يد الجنجويد وانا اتحداك. ما بتقدر عمرو، عمرو تقدر؟ ما بتقدر، ما بتقدر والله اتورطت. وشوف اسمع كلامي ده كويس، الجنجويد هيبطوك في الشارع كده يقول لك ابوك، تقول لهم لا لا والله يا جماعه اول حاجه بسالوك بقول لك قبيلتك شنو؟ ده واحد. اثنين تقول لهم لا انا اتفصلت من الزرقاء، يقول لك لا ابو يا ابا ما في كلام زي ده، اتفصلت منهم تتحالف معانا ترفع بندقيه. شفت الورطه دي كيف؟ انت تور ان احنا لما بنشتغل بنشتغل صح، لما بنشتغل بنشتغل صح، بنضرب صح. انت شايفني انا غلطت اي قط وما غلطت ذاته، انا اسي امبارح عليك انا ده غلط ما غلط. يا جماعه انا ما غلطت، جدري حاسبوني. في كم نفر كده ما في داعي لذكر اسماء. وطبعا الكيزان زمان بيشتغلوا الكلام زي ده، لما يلقوا الناس داري يلقوا في كتله واحده بيحاولوا شنو؟ ها؟ بيحاولوا بيدخلوا، شفت يا زول سوسه، لكن السوسه دي ما بتاكل ايش ثاني؟ اي نقطه دير تفرق الناس ان احنا جاهزين لها بالمرصاد، بندقها بنشتتها. واسمع والله انا شخصيا من بديل، وتحياتنا لناس كتار، اصلا يا جماعه ما تحنسوا زول، تحنسوا زول كيف يا جماعه؟ انتوا جايين من منطقه يا جماعه، في 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 فيديوهات هنا برضه ومكالمات صوتيه حلوه شديد، الناس ما تبرق من اللايف، انا اسردها لكم والليل كلكم تتكيفوا. والله في مكالمات صوتيه حلوه شديد من اخونا واحد شمالي، شوف يعني عزانا عزه كيف، والله قال كلام اقسم بالله يرد الروح، قال كلام يرد الروح، انتوا بس شايفوا
شيء وبس. والله قال كلام أقسم بالله وقف معنا قلبا وقالبا وفي كلوب هاوس وانا جبته وده حسي قاعد في التلفون. عرفت كلامي؟ شوف عباب انت ما عندك اي مفر. تورطت معنا اتورطت ويزول. شافني انا غلطت او ما غلطت ما تحاسبني انت. شوف العفاتي القديمة ديك, شوف الثمن اللي انا دفعته ده الزمان ده, شوف التوعية القديمة ديك بغطي اي غلط انا غلطته. اسو ما تجي تحاسبني. انا والله ما قلت الا للناس خير, لكن الجنجويد بيشوفوني على شر. تعالوا هنا يا جنجويد, تعالوا ليه هنا قريب. ناس تعمل شير يا جماعة, شيروا يا جماعة, اصروا الله يفتح. اي جنجويد تعال لي قريب. الجنجويد طبعا اتصلوا علي بتلفون قال لي يا احمد انت زور فتنة والفتنة نايمة لعن الله من ايقظها. جوني طبعا بالدين كده وبتاع نايم داري خموني. قال وقال لي يا اخي انت مفروض تقول خير او تصمت. وقال لي يا اخي نحن ما كلنا جندويت. ركز ضنقات محمد بعدك بجيب لك المقارنات الصوتية دي. قال لي ما كلنا نحن جندويت. لا جندويت انت ما جندويت اي. طيب خرجت عن كلمة الحق. انت ما جندويت اي. تحياتنا والله ليه قدام, لكن خرجت عن كلمة الحق. واول حاجة لو ما جندويت ما عندك دين وما عندك ضمير وما عندك انسانية وما عندك اخلاق. الدليل عندي أدلة بالشوالات. الدليل الأول إنك أنت ما عندك أخلاق وما عندك دين وما عندك رحمة وما عندك علاقة بالدين الإسلامي ذاته. أول نمبر ون, شوف الروس لما انقذوا أوكرانيا هنا طوال الروس المواطنين مرقوا مليونية وانتقلوا منهم العديد. ايوه دي الانسانيه هنا في المحله دي يا صاحبي. لكن انت 2003 سكتت, 2004 سكتت, 2010, طيب 15, طيب 2019 حميتين جنجويدي برضه لما احنا رفعنا سلاح بعدك انت جيت قلت والله يا جماعه الفتنه نايمه لعن الله من قال. انت ما عندك دين, انت ما عندك ضمير, انت ما عندك اخلاق. شوف الروس, كشف الروس, الروسيات والرجال والنساء طلعوا مليونية ويعتقلوا منهم ناس وقالوا لا يمكن نحن روس مواطنين نسكت على انه حكومتنا تضرب الاوكرانيين. نحن حالتنا واحد وبرنامجنا واحد. ما تتكلم, اسكت يا زول اسكت. اوعك تفتح بخانتك. دير تجي تقول كلمة حق من حسي تقول ايوه يا احمد انتم مضطهدين وانتم. امبارح الزول الويسي خجبته هنا في اللايف ده قال شنو؟ نكر المعسكرات النزوه واللجوء عمان في ذمتك. انا دار اقول لكم نقطه مهمه جدا مبالا اجيب لكم المكالمات الصوتيه. انت عارف بالمناسبه الجنجويت الجونه من تشاد, الجونه من تشاد ما زي الجونه من افريقيا الوسطى, ما زي الجونه من مالي والسنغال, ما زي الجونه من موريتانيا. ديلك تعمل لي بوكو حرام, ما انتم دين وانتم اخلاق. شويه الثقافه بتاعت الناس الموجودين في 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 الحدود شريط الحدودي والناس اللي قاعدين في تشاد ثقافتهم شوية متقاربة. ده نقطة مهمة جدا. الناس اللي بيقتلوا الناس في القرطوم بكل شفت ما يملكوا من قوة أكثر حاجة ديل كانوا شغالين مع بوكو حرام. ركزوا في النقطة دي. وتر الناس اللي بيجوا بقالتوني هنا في اللايف ده كويس. ديل ما جنجويت ممكن في جزء من التشاديين أيوة صح, لكن الأغلبية لأنه مبارح موضوع بتاع الزول ده أنا طبعا ما فهمته. الموضوع بتاع الولد الجخش معي هنا في اللايف قال شنو؟ قال نقطة مهمة جدا. قلت له انت عندك حاكورتك, مش حاكورة, عندك بيتك وانا عندي بيتي. انت ارجع في بيتك الاصلي الزمان كنت قاعد فيه وانا ارجع في بيتي. انت ارجع في زراعتك محل زراعتك اللي بتزرع فيه وانا ارجع محل زراعتي. الموضوع انتهى. اي زول ارجع في محله؟ قال لي وانا نقعد وين؟ اقسم بالله انت عارف, تعرف الزول ده كويس انه ده الزول لما يقول لك تجي تطرح له موضوع زي ده يقول لك انا اقعد وين؟ يتاكد الزول ده اكيد هو جا من مالي او من نيجر. اكيد ديال ناس النيجر حتى في طريقه كلامهم معروفين. التشاديين والنيجريين معروفين باللغه اللي بيتكلموا بها النيجري والتشادي. التشادي اقرب. اما توحيد الزرقاء
توحيد الزرقاء ده ما بيخص انه الدارفورين فقط، ما تنسى النيل الازرق، ما تنسى ناس ميسكادرو ممتده كده ليه شرق السودان، ليه حلفة الجديده وليه حلفة القديمه، ممتده كده ماشيه للنيجر ومالي وسنتر افريق وتشات وموريتانيا مش موريتانيا ده اسمه مو يا اخي افريقيا الوسطى ونيجيريا انت قادر تفهم اللي ده ما واقف عليك انت بس.